قل للقوافي تكتسيح للا بما تمدح وتلبس في المديح لها وشاح. والله بارك مدحنا بكتابه لأئمة الفرقان أنوار الصلاح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. اليوم إن شاء الله تعالى سنأخذ أول درس من كتاب رياض الصالحين للشيخ الإمام النووي رحمه الله تعالى. أمامنا هنا باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال البارزة والخفية. يعني إنسان عندما يقوم بأي عمل أو ينطق بأي كلام لابد أن يخلص نيته ويحضر نيته في هذه الأعمال كلها. والأعمال والأقوال هي بصورة عامة، سواء كانت أعمال ظاهرة أو كانت أعمال خفية. مثلا بعض الأعمال التي لا ترى وهي تعد من أعمال القلب، مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم يشير إلى صدره ويقول التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره. فمثل ذلكم هناك أعمال كثيرة جدا التي لا ترى، ليست أعمال ظاهرة، الرياء والإخلاص والتوكل واليقين، طيب، وكذلك يعني هناك أعمال كثيرة جدا التي تتعلق بالقلوب هي ليست ظاهرة. فإنسان أي عمل يقوم بذاك العمل لابد أن يحضر نيته، لماذا أقوم بهذا العمل، ما هو قصدي وراء هذا العمل. طيب، والشيخ رحمه الله بنفسه يعرفنا على الإخلاص فيقول الإخلاص هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالقصد، بأن لا تقصد أحدا بأي عمل سوى الله تعالى، بس الله سبحانه وتعالى تقصده في كل شيء. بس أنا لا أقوم بهذا العمل لله تعالى ولفلان، لا، أنا أقوم بهذا العمل لله تعالى وحده بس. فإفراد الله سبحانه وتعالى بالقصد، بحيث الإنسان لا يقصد من القيام بأي عمل سوى الله سبحانه وتعالى. وهو يريد، وهو يعني الآن يشرح، أن يريد العبد بطاعته التقرب إلى الله تعالى دون شيء آخر. بس أنا أعبد أي يعني بأي طريقة، أنا عندما أقوم بأي عبادة هذه الطاعة التي أقوم بها لا أريد سوى التقرب إلى الله تعالى، لا أريد شيئا آخر. قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. أي ما أمر أهل الكتاب وغيرهم إلا بعبادة الله وحده لا شريك له، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. طيب، هنا جاءت كلمة حنفاء، الله تعالى يريدهم، أمرهم أن يكونوا حنفاء. الآن هذه حنفية ما هي؟ فيقول الشيخ رحمه الله بنفسه والحنفاء هم المائلون عن جميع الأديان إلى دين الإسلام، أي تركوا الأديان كلها سوى دين الإسلام، بس كلهم كل الأديان رفضوها ورغبوا في دين الإسلام. هذا معنى الحنفاء، المائلون عن جميع الأديان إلى دين الإسلام، لا يميل إلى أي دين سوى دين الإسلام بس. وذلك دين القيمة، أي هذه هي الملة المستقيمة. وقال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، يعني لن يصل إلى الله تعالى لحوم الهدايا والضحايا. إنسان عندما يسوق الهدي معه في الحج أو يضحي بالشاة أو بأي حيوان آخر، فالله تعالى لا يريد لحمها ولا دماؤها، لا يريد لحوم هذه الهدايا ولا دماء هذه الهدايا والضحايا، وإنما يريد الله تعالى التقوى.
لن يصل إلى الله تعالى لحوم الهدايا والضحايا ولا دماؤها، ولكن يصله منكم النية والإخلاص. ماذا في قلبك أنت عندما تذبح بقرة، أو عفوا تذبح شاة، أو تذبح تيسا؟ ما هي نيتك أنت؟ ماذا تريد من هذه الأضحية؟ قال ابن عباس: كان أهل الجاهلية يلتخون البيت بدماء البدن، فأراد المسلمون أن يفعلوا ذلك فنزلت هذه الآية. أهل الجاهلية كانوا يلتخون بيوتهم يعني بدماء البدن، فمسلمون كذلك أرادوا أن يفعلوا ذلك، حتى يعني هذا رأوه عملا حسنا، فنزلت هذه الآية. الله تعالى يقول: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. وقال تعالى: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. أي شيء في قلبك الله تعالى، سواء تظهره أو تخفيه، الله تعالى يعلمه، لأن الله تعالى لا يخفى عليه شيء لا في الأرض ولا في السماء. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، أي فهو العالم بخفيات الصدور، الأشياء المخفية في الصدور الله تعالى عالم بها، وما اشتملت عليه من الإخلاص أو الرياء. في صدرك ماذا؟ هل في صدرك أو في قلبك هل تكن الإخلاص أو الرياء؟ فالله تعالى يعلم خفيات الصدور كذلك، يعني يعلم كل شيء لا يخفى عليه شيء. وغدا إن شاء الله تعالى في الدرس المقبل بإذن الله تعالى سوف نأخذ هذا الحديث، حديث أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. نسأل الله تعالى أن يوفقنا للعمل بما قلنا وبما جاءنا من الشريعة ومن عند الله سبحانه وتعالى، وأن يرزقنا يعني نعمة الإخلاص في الطاعات كلها. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.